هاي جايز، هاي حبايبي، هاي حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم وصلتني هدية مرة حلوة، بقول لكم اول شي قصة الهدية، مو قصة اصلا، ما كنت اعرف. كنت اسولف مع اختي وقالت اختاري لون، يعني تسولف معها مكالمة، فقلت اختاري لون، مش لون، قلت اختاري لون، قلت اسود، قلت لا غير، ايش فيك؟ قلت عندك اربع الوان، اختاري لون، وقلت اخترت اصفر طبعا، بس قالت لا خير، انا بختار لك لون، قلت اوكي. المهم ان احنا متفقين انه تجيب لي هدية مريضة الطبخ، فقالت اتصلت امس وقالت افتحي الباب، وصلت الطلبية، طلبية وش؟ قلت وصلت مريالتك، قلت ياه. المهم افتح الباب، اخذ الطلبية، تقول هذه هدية، وات؟ مو المريلة، طلب غلط، كلمة مندوب، تقول لي غبية هذه هديتك، اقولها لا مو المريلة، انت ما تستوعبين. فأنا اخذتها فسويت فيها مكذب، انا بموت من الفرحة. طيب جالسة اقول لها لا رجعيها، ما ابغى، ما ادري كيف، لا كثير، انا جالسة بموت من الفرحة، اني قاعدة تقول ليش، ما ادري كيف، لا خلاص رجعيها، الله. فهي للحين تفتكر انه انا ما ابغاها، بس للاسف انا بسوي انبوكسنج انه خلاص هديتي. فاختي حياتي والله مرة احبك، شلت القهوة عشان ما تنكب عليها، مرة احب الهدايا، ربي كثر من الهدايا. طبعا قلت ليش ما اسوي انبوكسنج، ليش اشوفها لحالي، خليني اشوفها سوا بعد ما اصور. طيب انا خلاص بموت، انا فرحانة مرة، فبقول اختي اوكي خلاص انا تقبلت الهدية منك. اني ما افتحي، اوكي يعني مستحيل اقولها تقبلت، انه والله مرة احبك، مرة شكرا، واللي كلفت على نفسك، على انها والله تهديني كثير كثير كثير، مرة تهديني كثير، بس انه متفقين على مريض. جالسة اقولها مريضتي وين؟ طيب انا بمريض الطبخ، انا مسوية انه مرة صراحة حقت مطبخ وما ادري كيف، وانه انا طباخة، بس الا ما عندي جدتي، معلش. ويا جايز يلا نسوي انبوكسينج، ما ادري كم مرة قلت بس مرة مبسوطة. ما ادري انه في العادة متعودة انه الاشياء يعني العادية اللي دايما اسوي انبوكسينج انه افكها كذا ويعني بقوة وشي وكذا، بس لا حتى شيلت وكذا بهدوء، بيكون اهدى انبوكسينج هذا اسويه صراحة. جدي ترجف. الله يخليك لي تفشلني، افتح ذي وجهي بس ذي. هاي جايز، نجعل الانبوكسينج، بس فتحت ذي صغيرة بس، عشان افتحها معاكم. يا حياتي ابي افتحها كذا، بس لا معليش، انا قلت اليوم بصير كيوت وكيف في الموضوع، ما ادري ليش اتعب نفسي، ليش انا نفسي قال كيوت، قال هي كانت هنا بصير كيوت، هنا شوي صعب، ربي احلى شيء في الحياة، بس بنظف كل شيء. ف ليتس جو، 1 2 10،
على مهلك يا حياتي، على مهلك. يا الله، سوي انبوكسنج هنا وبعدين نرجع هنا صح؟ ايه اجلس هنا ثواني، نشوف هنا شوي، نشوف الملصقات. يا ويلي اهدى، احسس ان انا شيء جديد يعني كل اشياء قبل كذا. ف يلا انبوكسنج هنا، بسم الله. واحد اثنين ثلاثة، ياي. بدي اسوي كذا بس، لا 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 لا. احلى لحظة في الحياة اقسم بالله، يا أنا حالياً happy 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 happy. أحلى هلو في الحياة، هاي أحلى هاي. أنا سيو مرحباً، أبو مرحباً، ما بفتح الباب لين يقول لي مرحباً. إيش فيه؟ مرحباً، أبو مرحباً. بونجور، الله يخليك. واحد مرحبا، الله يخليك. انا شبه عربية حبيبي اكيد، ابفهم بس هي واحد انه دايما تجي ما فيها شحن. ليش؟ والله اقسم بالله يقهر. خليه شوي يكمل اعداداته. بس حابة اقول انه اختي مرة شكرا، مرة احبك، ربي ما يحرمني منك، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا بعد هديك وتكوني مو متوقعة الهدية. انا اسفة اني نكدت عليك وما قلبتك وقلت ما ابغى وما ادري كيف وما ادري ايش، بس عاد يعني لو انت قريبة هنا كان شفت ردة فعلها الحقيقة. بس انه جايت اكثر والمقالب اكثر، زعلت مني وبروح اراضيها طبعا، لاني ما توقعت كردة فعلي انه لا ليش تهديني. انا طايرة من الفرح، طايرة من الفرح. مستحيل لو اي بني ادم تجيه هدية بيفرح لاني نكدت عليها. انا فرحانة واسوي انبوكسنج وهي منكد عليها. ويا جايز، انا كنت بصور شورت، قلت ليش شورت، خليني اصور فيديو ودائما انا مبسوطة كذا اشارككم انه انا مبسوطة وربي يكثر الهدايا في حياتنا. رجعت القهوة عشان كذا، عشان وربي يكثر الهدايا في حياتنا، كثر الناس الحلوة وما يحرمنا منهم. اذا شفتوا الفيديو وخلصتوا لي الاخير اكتبوا لي في الكومنت، لانه ما ادري احس احيانا انا شكلي يوم من الايام بجلس اصور اتحلطم. لا بالصدق احيانا اصور فيديوهات فاحس انه يشوفون البداية وبعدين سكيب، فما ادري يعني. انا احس محتواي حلو، يمكن بعض ما يعجبهم. الناس اذواق اكيد. افتكرت بعد بنت اختي جالسة تقول دام انت رفضت الهدية ايش رايك تعطيني؟ لا حياتي، انا رفضتها كلامين، بس انا رفضتها بس بالكلام، بس انه انا مبسوطة. انا رفضتها بس مقلب، لكن في الحقيقة لا 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 لا, لا انا ما رفضتها. امس اني منكدة عليهم، جالسة تقول خلاص انت ما تبين الهدية، انه بدل ما ترجعونها اعطوني انا. لا حياتي، هذه حقتي انا.
كذا خلصت الانبوكسينج. طبعا هو قصير، المفروض يكون فيديو قصير، بس انا طولت هالكلام شويه صح؟ بس يلا اتس اوكي. المهم انا بروح انبسط بهديتي. شوفوا قلت باي يقول مرحبا لما خطيت. اوكي لما سويت اللغه قال لي مرحبا. مرحبا انت حبيبي مو انا، انت مرحبا، احلى مرحبا في الحياه. باي.